الو ليديز اند جنتلمان، عزيزي الكرام، كيفكم؟ شنو بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى الناس. مثل ما انتم شايفين خلفنا شاب عندنا انترو تاعت السيرفر الجي تي اي ار بي، حياه الواقعيه براذرز ار بي بلوز يا احلى ناس. راح نخليكم بالانترو مساحه طولت او مساحتها لا طوله شوي هيك يعني خفيف لطيف، خلص الانترو وبرجع لكم. يلا مشاهده ممتعه. ما فماش كرسيك في حجره كانت تحبها سبك في مراتي وزيري وصي ما تركب صوت احمد عليك انت القشقان من الخرب ريح انا تخلي تهب وينامبول مخير فيه انا اطلع في تيرين وسو وحدي ما نقولش هدو ما نتحسر علي مشامي اما بلاي لاما قد بلاي نجا هلو ليديز اند جنتلمان، رجعت لكم من جديد حبايبنا. ان شاء الله اتمنى تكون عجبتكم الانترو، الانترو كان خفيف لطيف اوكي ان شاء الله عجبكم حبايبي الكرام. المهم اليوم جيناكم بالسيرفر جي تي اي حياه واقعيه جديد. طبعا انا قاعد اعمل لكم مقطع باللوز، راح نشوف مع بعض الاشياء المتواجده بالسيرفر، نعمل دوره هيك خفيف لطيف يا شباب على السيرفر. طبعا شباب السيرفر هو راح يكون بشكل بدايه، شو نختار؟ هاي نختار سيرفر والله ناخذ الجيب هذيك احلى، انا ناخذ هاي السيرفر. طبعا انا بعلم الدور تبعي بدل السيرفر الان ناخذ سيرفر يعني كالعاده بتعرفوني يعني بتابعني على الستريمز انا ماخذ الرول اللي هو الشرطي كالعاده. او بس ولكن السياره شباب عن جد هاي السياره باللوس اوكي خير اطلع ايوه هاي دائما متعلق. يلا مثل ما انتم شايفين هون عندنا شباب هي الخريطه السيرفر، طبعا معدلين عليها مضيفين عليها اشياء حلوه اوكي. عندنا هون الـ الـ الخريطه بشكل خفيف لطيف اوكي. عندنا هون بعض كثير من الجوبس، عندنا هون بيتزا جوبس، عندنا الالكتريسيان، عندنا كثير كثير من الجوبات اللي حاطينها بالسيرفر اوكي. متدري اكيد عم تسالوا شو يعني لكم هدول، هدول طبعا هدول شباب اماكن راح يكون فيها الجانجز والامور، عندنا هون بلاك ماركت، يعني الكثير الكثير من الامور حبايبي الكرام. طبعا هون يعني شباب انا مش راح اقول والله في كثير اشياء مشكله بالسيرفر شباب، ما اعرف شو بدي اقول لكم لا اقول لكم، فهمت علي شلون؟ المهم راح تكون بدايه جديده اوكي، سلسله جديده شباب اتمنى راح تعجبكم اوكي. راح يكون في كثير من الاشياء متواجده بالسيرفر، بدعي لكل اسطوره شباب اوكي. بس ولكن يا جماعه فري فاير انا ما نسيتكم ولا يهمكم، بس لكن انه شباب هالفتره الاخيره شوي مشغول بتظبيط السيرفر البروجرامايشن وكل الامور اوكي. طبعا في الفتره الاولى يا شباب السيرفر راح يكون بشكل بيتا اوكي، راح نفتحه بشكل تجريبي. بالنسبه للناس اللي تعرف ما راح يكون في شيء بين قوسين اللي هو الوايت ليست اوكي. السيرفر تدخل على طريق الديسكورد رابط تحت بالوصف اوكي. وكثير كثير من الاشياء ان شاء الله قريبا راح نعمل ليك حبايبي الكرام. بتمنى منكم انكم عجبكم هذا المقطع الخفيف اللطيف اوكي. مقطع خفيف اوكي. بدعيكم حبايبنا تكتبوا رايكم بالتعليقات اللي راح يدخل عن طريق الديسكورد، تكتبوا رايكم بالتعليقات حبايبنا تمام. وصراحه في كثير اشياء يعني ما راح نقدر نعملها بمقطع واحد اوكي. مثل ما انتم شايفين عندنا هون كثير من الاشياء محطوطه، والان السيرفر يعني مثل ما عندنا المعلم في كثير بحب الريسكلاج، كثير كثير من الامور تشيكن جوب، كثير من الاشياء متواجده تمام حبايبي. والسياره هاي السياره كثير عجبتني، اعطينا لكم هاي السياره معلم اوكي. سو جميعا الله يسعد ليكم اوكي شباب. خلينا نجي نعمل هون هيك، نعمل هيك، نعمل نعمل تيليبورت خفيف لطيف هيك ندور في المدينه اوكي. طبعا هون معدلين عليها اشياء، شايفين شوارع يعني الصراحه الشوارع كثير كثير باللوز. عندنا هون معلم الباركينج، عندنا هون الاوبيتال اوكي متواجد شيء خفيف لطيف اوكي مثل ما انتم شايفين. عندنا اشياء ثانيه هون نروح لهون. اول ما تنزلوا شباب حطينا وينه هذا؟
حطينا لكم ال اول ما تنزلون من يعني تنزلون تدخلون على السيرفر راح يكون هون الاوتيل الرئيسي اوكي. اول ما تدخلون على الاوتيل يا شباب اول ما تدخلون على الاوتيل راح يكون عندكم هون الاشياء الجوبات هون بشكل هون مثل ما انتم شايفين هون عندكم الجوب مثل ما انتم شايفين هون كثير من الجوبات متواجده. طبعا هون كمان في عندنا جوبات اخرى جانبيه تمام. ويعني الصراحه راح يكون ان شاء الله باذن الله تعالى بفضلكم يعني قبل كل شيء بفضل الله وبفضلكم الشباب اللي راح يدخل معنا ويساعدنا بهذا الامر. محتاجين كثير يعني شباب باللوز محتاجين كمان كثير اشخاص عندهم الخبره مثل الادمين او هالاشياء بالسيرفر كمان محتاجين اوكي. طيب كل ما عليكم شباب تدخلون على الديسكورد وتشوفون الوضع شلون. اتمنى عجبكم هذا المقطع شيء خفيف لطيف كان اوكي يعني ما راح حبيت اطوله كثير حبيت نعملكم بشكل خفيف اعلان بشكل كجزء اول من هذا الوضع اللوس اوكي. ومن بعد ان شاء الله راح نبلش بسيناريوهات حلوه. اقترحوا علينا سيناريوهات شباب سيناريوز باللوز اوكي. سو الدنيا صباح شباب كل الناس اكيد نايم الان وان شاء الله بنلتقي بالمدينه والسيرفر وان شاء الله حيكون يعني بدايه حلوه جديده يعني واشياء حلوه هون عن البوست بوليس. هذا هو ما فرجتكم اياه هذا البوست بوليس يعني حبينا نعمل اشياء سامبل اوكي عشان مع الوقت رح على حسب متطلبات اللاعبين رح نعدل على اشياء مع الوقت ونضيف الاماكن حلوه واشياء حلوه يعني ونلتقي بالمدينه. واعطونا رايكم بالتعليقات مره ثانيه وان شاء الله يعني تكون بدايه خير وشكرا لكم جميعا حبايبي. اعتقد المايك كثير كان عالي بهذا المقطع لا تغزوني ونسيا بشوفكم على خير. لا تنسونا باللايكات شير للبس وللستريم وللديسكورد للشيرات بدنا همتكم شباب بدنا دعمكم اوكي لهذا الموضوع ماكس شير ماكس بارتاج ونشوفكم بمقطع جديد.